فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ما هو الفائدة في إعفاء اللحية؟ إعفاء اللحاء، ما هو الفائدة في ذلك؟ هل هذا ليميز لصفة تكون صفة مميزة عند المسلمين لتميزه بينه وبين الكفار؟ أو من صفات الحياة أن يكون الرجل يعني مستحي أمام المرأة؟ ما هو الفائدة في إعفاء اللحية؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجواب، من المعلوم أن الأمور التي شرعها الله في القرآن والأمور التي شرعها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى يقول: وما ينطق عن الهوى. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أعفى لحيته وأنه أمر بإعفائها، فاجتمع فيها الأمر الفعل والأمر. والله سبحانه وتعالى ما أنبت هذا الشعر في هذا المكان من الرجل ولم ينبته في المرأة، ما أنبته على سبيل العبث، لأن الله سبحانه وتعالى حكيم يضع الأمور في مواضعها، فهي فيها وقار للرجل وهيبة له، وفيها أيضا تمييز بين الرجال وبين النساء. وقد يكون هناك حكم أخرى، لكن من المعلوم أن الإنسان يسلم بهذه الأمور حتى ولو لم يعرف الحكمة، لأن الله تعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا بد من التسليم الكامل لله في شرعه، عرفنا الحكمة أو لم نعرفها. هذا هو الجواب عن هذا السؤال.